عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه في الرفاع اليوم اجتماع عمل مع كل من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزيرة الصحة ووزير الخارجية. وخلال الاجتماع أكد سموه أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسهمت في نجاح مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات في التعامل مع الأوضاع الحالية من خلال الاستعدادات والاحتياطات اللازمة والتي كانت محل تقدير منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعنية. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الطبية والتمريضية التي قامت بدور وطني مميز بشهادة الجميع لدورها الفاعل حيث كانت الخط الأمامي في التصدي لفيروس كورونا، مؤكدا سموه أنهم يستحقون كافة أنواع الدعم والتكريم لما يقدمونه من عطاءات نبيلة أسهمت في تبوء مملكة البحرين هذه المكانة في التصدي لهذه الجائحة وفي المجال الصحي والطبي. وأشار سموه إلى أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين ما كانت لتتم لولا القاعدة القوية والسليمة التي أرستها مملكة البحرين في القطاعات الطبية والتعليمية وقطاع العمل، مما كان له الأثر البارز في احتواء تداعيات هذه الأزمة. واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن ما تم إنجازه لتنفيذ توجيهات سموه بشأن عودة المواطنين العالقين في الخارج والجهود المبذولة لاستكمال عملية عودتهم بما يتوافق وحرص الحكومة على سلامة المواطن أينما كان، بالإضافة إلى ما يتم من تعزيز للإجراءات والتدابير الاحترازية بين منافذ مملكة البحرين. كما اطلع سموه من الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الوضع التعليمي وخطط الوزارة لضمان تيسير التحصيل العلمي لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وتقديم أفضل الخدمات لهم. واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ توجيهات سموه بشأن إجلاء الطلبات البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن وبما لا يشكل ضغطا على الخدمات الصحية. كما اطلع سموه على خطة الوزارة وسير العمل في العملية التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا سموه على ضرورة عدم تأثر الطلبة في مسيرتهم الدراسية، وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات سموه بشأن تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، فقد اطلع سموه على شرح من السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول ما تم إنجازه من حملات رقابية وتفتيشية والخطط التي تضمن عدم التلاعب بالأسعار وخاصة أسعار السلع الرئيسية وضمان توافر هذه السلع في الأسواق. وفيما يخص ضمان تقديم كافة المساعدات الاجتماعية، فقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للتخفيف عن الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا ودعم أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى متابعة أوضاع العمالة الوافدة بالتنسيق مع وزارة الصحة وضمان التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية. واطلع سموه على الخطة التي تقوم بها وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها وفق معايير منظمة الصحة العالمية والخطط التي يجري تنفيذها لضمان توفر الاشتراطات الصحية في مساكن العمال. من جانبهم أعرب الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على عودة سموه سالما معافى إلى أرض الوطن، مشيدين بدور وجهود سموه في تعزيز وتيرة النماء والتقدم في المملكة وما قدمه من إسهامات وطنية في خدمة البحرين وشعبها. وأكدوا أن توجيهات سموه للوزارات الحكومية ركزت على ضرورة تذليل كافة العقبات للنهوض بمسؤولياتها في خدمة أبناء البحرين وضمان توفير كافة احتياجاتهم المعيشية واستمرار تقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في ظل هذه الظروف.
لقد تشرفت اليوم بتقديم إيجاز لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه عن الوضع التعليمي سواء على صعيد المؤسسات التعليم العالي أو على صعيد المدارس، وما قدمته الوزارة من خدمات للأبناء الطلبة حتى يستمر تحصيلهم العلمي في هذا الفصل الدراسي. في الواقع طويل العمر أكد اليوم على أهمية رعاية أبنائنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية، وأيضا تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، والوزارة دائما إن شاء الله مستمرة في هذا الجانب، لأن نعتقد أن التعليم له دور كبير، وقيادتنا الحكيمة يحفظ الله ويرعاها دائما تؤكد على ذلك. كان اللقاء اليوم مع طويل العمر لقاء مثمر جدا، استمعنا لتوجيهات سموه الكريم بتقديم ورعاية المواطنين الكرام. تشرفت اليوم بحضور الاجتماع مع صاحب السمو رئيس الوزراء واستلام كافة التوجيهات من سموه الكريم حول الأزمة الحالية، أزمة الكورونا، وجهود مملكة البحرين في مواجهة هذه الجائحة. أكد سموه على ارتياحه واطمئنانه حول خطة إجلاء الرعاية والمواطني البحرينيين في الخارج، طلع على كافة البرامج والجدول العام وبارك هذا التوجه، وكذلك أصدر توجيهاته بتسهيل التعامل مع التحديات التي تواجهها مملكة البحرين في مواجهة هذه الجائحة، في تعزيز التدابير، في تدابير الوصول عند الموانئ وعند المطارات، اطمئن لها، وأيضا كذلك أشاد بالجهود اللجنة الوطنية بقيادة صاحب السمو ولي العهد لما تم تحقيقه والبدء بتنفيذ التدابير الاحترازية حوالي أسبوعين إلى شهر قبل أول إصابة في مملكة البحرين. تشرفت بلقاء حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، الذي يعني كعادته يعني يسأل عن كافة شؤون المواطنين الكرام، وبالذات العاملين في القطاع الخاص والموظفين، ويطمئن على سير الأعمال واستقرارهم المعيشي وعدم تعرضهم إلى أي صعوبات معيشية في هذا الوقت الذي نمر به. في الحقيقة يعني استلمت توجيهات كريمة بالاستمرار في مراقبة سوق العمل والتأكد من عدم حدوث إن شاء الله أي نوع من الفصل أو التسريح، وضمان استقرار السوق، وخاصة وأن العمال البحرينيين عمال منتجين ملتزمين بالإنتاجية، وكذلك أصحاب العمل يتمتعون بحس ومسؤولية عالية للحفاظ على سوق العمل والمضي قدما في الإنجازات المتحققة في مملكة البحرين. تشرفنا بلقاء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي كعادته بأنه يتابع كافة الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين الطيبة. وكان هناك لسموه توجيهات للاستمرار في تقديم كافة الرعاية والتأكد والاطمئنان من الخدمات التي تقدم، سواء في الحجر أو العزل ونوعية العلاج والطاقة الاستيعابية وتوفير كافة العلاجات المطلوبة للمواطنين والمقيمين، وطمأن سموه على كافة الإجراءات، ونقل سموه شكره
لكل الطواقم الطبية والصحية في مملكة البحرين على الجهود التي يبذلونها، وكان هذا فخر واعتزاز بالنسبة لوزارة الصحة ولكافة العاملين في القطاع الصحي، وبخاصة بالأمور التي يقوم بها الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد الذي يقدم كافة الدعم اللازم لعمل الفريق الطبي والصحي. اطلعنا سموه اليوم على الخطوات التي أخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خصوصا فيما يخص مراقبة الأسواق والأسعار وتوفر السلع الأساسية وتوفير المخزون الغذائي الأساسي لمدة لا تقل عن 6 شهور حسب توجيه اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. واستلمنا من سموه المزيد من الإرشادات والتوجيه في الحفاظ على مسيرة هذا العمل لخدمة المواطن ومصلحة الوطن، ونحن على أتم استعداد إلى تنفيذ هذه التوجيهات، ويزيدنا شرفا ما ذكره سموه من شكر إلى منتسبي الوزارة على ما قاموا به من دور رقابي في الآونة الأخيرة، وإن شاء الله نعاهد سموه وشعب البحرين أن احنا نقوم بواجبنا على أكمل وجه للحفاظ على مصلحة الوطن في هذه المرحلة الحرجة.